تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، متابعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ضمن حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي الكروي بامتياز مع البطولة على قناتكم الفضائية تيليماروك. كرة القدم تتغير أحوالها بين عشية وضحاها أو بين مباراة وأخرى. خيبة أمل كبيرة عاشها الشعب المغربي، مفاجأة مدوية وإقصاء مر. طائرة أخرى خرجت من مطار حمد الدولي لتودع المنافسة العربية التي علق عليها المغاربة آمالهم كاملة طمعا بالتتويج كما حدث سنة 2012. ماذا وقع لعموتة ورجالها؟ ما سبب خسارة الرديف أمام الجزائر؟ وكيف سقط زملاء رحيمي في فخ الخسارة؟ وهل يتحمل أنس سنيتي المسؤولية الكاملة وراء خروج المغرب وتوديعه المنافسة حسب ما روج له البعض؟ هل أصبحت مسؤولية الفشل تتراقص ما بين مدرب ومدافع ومعد بدني وذهني؟ أسئلة وأخرى سنجيب عنها الليلة ضمن حلقة خاصة واستثنائية من برنامجكم مع البطولة، لكن قبل التفاصيل إليكم عنوانها الرئيسي. المنتخب الوطني المغربي الرديف يخسر اللقاء أمام المنتخب الجزائري ويودع المسابقة العربية. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه أو هذا هو العنوان الرئيسي لحلقة اليوم من برنامجكم الأسبوع الكروي مع البطولة، البرنامج الذي يبث كل يوم اثنين في تمام الساعة 9:15 مساء. وقبل الخوض في تفاصيله أرحب باسمكم بضيفي الكريم في الاستوديو، الإطار الوطني اللي غاب علينا هذه مدة واللي بدوره مشحون جدا في حلقة اليوم، سي هشام الإدريسي. سي هشام مرحبا بك، ولنا الشرف انك تكون حاضر معنا في حلقه اليوم. شكرا، وانا اسعد بالتواجد معك اخي ادريس، وتحيه رياضيه لكل المشاهدين الاعزاء. نعم، وتحيه رياضيه ايضا للطاقم الصحفي والتقني الذي يسهر دائما على انجاح وانجاز حلقات برنامج مع البطوله، وايضا برنامج جليسا الرياضيه الذي يبث كل يوم في تمام الساعه 9:45 على قناتكم المفضله القناه الحمراء تيليماروك. ودائما قبل الخوض في تفاصيل حلقة اليوم، أعود أذكر مشاهدينا الكرام أن الحلقة ستخصص بالكامل للحديث عن مباراة المنتخب الوطني المغربي الرديف أمام المنتخب الجزائري ومشواره الفاشل، ليس الفاشل ولكن في نظر البعض مشوار مؤسف جدا للمنتخب المغربي هناك في قطر والمسابقة العربية. طيب سي هشام الإدريسي، في الكواليس تحدثنا، درنا حلقة خاصة ربما المدة ديالها أكثر من ساعتين، في حلقة اليوم غتكون مدة ديالها 52 دقيقة كالمعتاد في كل أسبوع، أحداث كروية أحداث رياضية نتطرق لها. وفي حلقة اليوم سي هشام خصصنا بالكامل للحديث عن مشوار المنتخب الوطني الرديف هناك في قطر، مسابقة كأس العرب والخروج المؤسف والمخيب للأمال. اولا قبل الحديث عن مشوار المنتخب المغربي بقياده الحسين عموته في اول مباراه، المنتخب الاردني والمنتخب الفلسطيني وايضا المنتخب السعودي والمنتخب الجزائري في دور الربع، نتحدث على الاداء اللي ظهر به بشكل عام المنتخب المغربي سي هشام. اولا عناوين ساخنه في مقدمه هذا البرنامج، ربما غادي نطرقوا بتفصيل لكل مجريات هذا الدوره العربيه والمشاركه المغربيه. انا اعتقد مجملا كانت المشاركه من حيث الاداء ايجابيه، بحيث ظهر الفريق الوطني المغربي في المباريات الثلاث الاولى الخاصه بالدور الاول يعني مستوى راقي جدا، كانت فيه كل اساسيات كره القدم حاضره. صحيح. من امتاع، من ابداع، من يعني استحواذ على الكره، من ضغط على الخصم، من الفوز بثنائيات سواء هوائيه او ارضيه. أكيد. نتائج اظهرت على ان المنتخب المغربي استعد بما فيه الكفايه، حيث فاز في ثلاث مباريات، ضمن 9 نقاط، سجل 9 اهداف. صحيح. زنيتي لم تدخل مرمى اي اصابه في المباراتين الاولتين، كذلك المحمدي لم تدخل مرماه اي اصابه في المباراه الثالثه. كل هذه المعطيات وهذه المؤشرات اعطتنا منتخبا متكاملا بشهاده يعني كبار النقاد يعني عبر العالم وليس الوطن. صحيح. العربي. صحيح. او افريقيا. فكنظن بان حسين عموته درس بما فيه الكفايه الخصوم، ويعني كان يعني محقا على ان يكون يعني بشخصيه وكاريزما لكي يحيط المنتخب يعني بكثير من يعني المسؤولية، لأنه تنتظره حسب ما قال مع بداية الدور الأول على أنه قدم إلى قطر من أجل الفوز باللقب، وهذا في حد ذاته يعني ضغط كبير مورس على اللاعبين مع البداية، ولكن كان يعني يتوق في لاعبيه بحكم أن التشكيلة لا أحد كان يناقش فيها باستثناء الحارس أمسيف، وهذه بشهادة كل يعني النقاد المغاربة.
نعم اللائحة بعد كثير من المعسكرات ومباريات ودية داخلية وخارجية، وأن كل مباريات فاز فيها الفريق الوطني المغربي وسجل أهداف، توسعت قاعدة الاختيار وفي الأخير اختار اللاعبين. الكل كان يعني متفق 100% على هؤلاء اللاعبين، لأنهم أبانوا سواء في البطولة المحلية أو البطولات العربية على أنهم يستحقون حمل القميص الوطني المغربي. وكانت التنافسية يعني شريفة بين اللاعبين في أن أظهروا مستويات وملكات فنية كبيرة. دخلنا إلى مباراة الربع، وهذه المباراة كانت هي المقياس الحقيقي للمنتخب الوطني، لأننا سنلعب ضد منتخب يعني جار، ثم كذلك مباراة ديربي، ونعرف يعني الجزئيات. نعم، بالإضافة لهذا المنتخب أنه جل اللاعب ماشي جل اللاعب، لكن أكثر اللاعبين ست لاعبين يلعبون في المنتخب الأول قبل إبراهيمي، كذلك بلايلي الحارس المتمرس، بغداد بونجاح اللي كان خائف في بونجاح الهداف المتميز، فكل هذه المعطيات هذه أعطت مباراة قوية. ولكن الفريق الوطني المغربي، ربما سنتطرق فيما بعد لتفاصيل هذا المباراة، لم يوفق، حضر فقط يعني لم يحضر يعني الفعل، ولكن حضر ردة الفعل. كل ما كان نأخذ هدف إلا كتكون ردة الفعل إيجابية للفريق الوطني المغربي، وكان هذا هو الامتياز في هذا المباراة. عدا ذلك فكل ما يعني ربحناه في المباريات الأولى خسرناه في هذا المباراة، على صعيد التكتيكي وعلى صعيد كذلك القراءة للخصم ومجريات المباراة حسب نتائجها. نعم، تكلمت على اللائحة الأولية والنهائية والمباريات الودية اللي خاضها المنتخب الوطني المغربي بقيادة الحسين عموتة، والحسين عموتة بالمناسبة هو مدرب كفء من نقشوش هذه المسألة، ولكن بعض الاختيارات وبعض الهفوات اللي غنتحدثوا عليها بالتفصيل الممل من غنوصلوا الحديث عن مباراة المنتخب الوطني أمام الجزائر. ننطلقوا المشوار ديال الرديف في أول مباراة المنتخب الفلسطيني اللي فاز بها بنتيجة ديال 4 أهداف دون مقابل. الأداء ديال المنتخب المغربي سي هشام لا يناقش، النتيجة أيضا لا تناقش، والتشكيلة اللي دخل بها الحسين عموتة أيضا لا تناقش، لأنه الكل كان يستحق حمل القميص الوطني خلال هذه المباراة. سي هشام، أولا نتحدث عليها قبل ما نهضروا على المباراة الثانية وأيضا الثالثة والمباراة ديال دور الربع اللي قلبت الموازين على ما أظن ديال المنتخب ككل. هي المباراة الأولى في أي منافسات يعني كبيرة كتكون مفتاح. أولا تبحث عن الفوز. المباراة عرفت كما كنقولوا احنا مستوى عالي للفريق الوطني المغربي، حتى أسلوب لاعب المنتخب المغربي وطريقة يعني حسين عموتة تغيرت في هذه المباراة، لأنه حسين عموتة أسلوب لاعبه يعتمد على الدفاع المتأخر والهجمة المرتدة والهزمة السريعة، وهي من خدمها القاب لا مع الفتح الرباطي ولا مع الوداد في عصبة الأبطال وعلى نادي السد القطري ولا المنتخب المحلي. لأن منذ انطلاقه نقول بأن عموتة مدرب ألقاب، وأنا في كثير من المداخلات ديالي وفي الإطلالات ديالي دائما أقول حسين عموتة ليس مدرب الفرجة والمتعة، مدرب الألقاب. وهذا كان سبب من أسباب لتعاقد مع جامعة كرة القدم على أنه يفوز بالألقاب، وفاز باللقب الأول وأعطيت له الصلاحية الكاملة في قيادة الفريق الوطني المغربي. لكن ربما المستوى الذي ظهر به المنتخب الفلسطيني وجب وفرض على حسين عموتة أن يلعب بالدفاع المتقدم والضغط على حامل الكرة، ثم كذلك بناء العمليات والهجمة المبنية من الدفاع وسط الميدان إلى الهجوم، وتفنن فيها اللاعبون، لأن كانت هناك نوعية لاعبين يعني تجيد هذه الحركات، هذه النقلات يعني السلسة، كذلك عملية الانتقال من ناحية الدفاعية الناحية الهجومية كانت بشكل سريع وبأكثر عددية. نفس الشيء بالنسبة لعملية العودة إلى الدفاع، كانت يعني بكثافة عددية وبسرعة فائقة، وكان نقطة قوة الفريق الوطني المغربي في هذه المباراة هو افتكاك الكرة في أسرع وقت ممكن، وهو محرك حسابة المنتخب الفلسطيني. سجلنا أهداف، هدفين للاعب حافظي، هدف للاعب بانون، هدف كذلك للاعب الناهيري بقذفة قوية، وكانت يعني الأروقة تشتغل بشكل جيد، حتى صعود اللاعب الشيبي واللي كان متألق في المباريات كاملة الناهيري، والمساعدة ديال الأجنحة. فهذه المنظومة التكتيكية أعطت الأكل ديالها وأعطتنا ارتياح، لأن الفريق الوطني المغربي بدأ بداية موفقة بنتيجة وبأداء استحسنه كل المكونات وكذلك الجمهور المغربي. نعم، إذا سمحت يا سي هشام، نفس الكلام غنسقطوا ربما اللي ذكرتيه كان على المباراة الأولى، غنسقطوا على المباراة الثانية ديال المنتخب الأردني، بغض النظر على بعض التغييرات، لأن علي بن عمر على ما أظن ما قحموش كبديل في المباراة الأولى، ولكن شاهدناه حاضر في المباراة الثانية. ولكن المباراة الثالثة في الجولة
الثالثة ضد المنتخب السعودي، المباراة هي اللي كانت النقطة اللي أفادت نوعا ما الكأس، لأن الحويز الحسين عموتة قبل اللقاء ديال المنتخب السعودي في ندوة صحفية قال بأنه سيعتمد بشكل أساسي أو بشكل رسمي على مبدأ ديال المداورة بين اللاعبين، وهذا أمر طبيعي لأنك قحمتي عدد من اللاعبين في المباراة الأولى والثانية، من المفروض عليك أنك فزتي فيهم وأنك ضامن التأهل، غير هو باش تضمن التأهل بالعلامة الكاملة خصك دير ربما فوز اللي هو محترم باش تضمن ترتيبك كأول في المجموعة. ولكن النقطة اللي أفضل الكاس كيف قلت هو مبدأ ديال المداورة، قحمتي عدد كبير من اللاعبين اللي كان من المفروض أنك تخليهم حتى للشوط الثاني، واش تتفق معايا ولا ما تتفقش معايا، على اساس ان رايي انه يلعب بتشكيله اساسيه اللي لعب فيها في المباراه الاولى والثانيه ويلعب فيها في المباراه الثالثه، عادي يقوم بتغيير بعض العناصر في الشوط الثاني. دابا ادريس باش نمشيو خطوه خطوه، لان المشاهد الكريم يعني عارف بان حلقه خاصه بالفريق الوطني المغربي وخصنا يعني ندققوا اكثر في التفاصيل ديال هذه المباراه هذه، ما غنقزوش المباراه الثانيه لان المباراه الثانيه هضرتي على بن معمر دخلوا في المباراه الثانيه، علاش دخل بن معمر بالمباراه الثانيه؟ لانه المنتخب الاردني في واحد اللحظه من اللحظات رغم كنا انتصرين ب3-0 سيطر على وسط الميدان، فكان اللاعب جبران لي وحده في الارتكاز وكان امامه اللاعب الكرتي واللاعب الحافظي. لما شاف السيطره ديال المنتخب الاردني على الفريق الوطني المغربي غير الهرم ديال وسط الميدان ودخل لاعب بن عمر باش يوليو جوج لاعبين كارتكاز وامامهم اللاعب الكرتي ورجع التوازن ديال الفريق الوطني المغربي. هنا كتبان القراءه الجيده ديال حسين عموته. ثم ادخل اللاعب رحيمي لانه يعني عرف بانه الفريق الاردني خدا المبادره وغادي تولي فراغات في الدفاع، وكما شفنا رحيمي لما دخل انعش الهجوم ووصل في كثير من المرات واصطاد ضربه جزاء وكان بامكانه يسجل. هنا كتبان لك بان كاين تغيير في اسلوب لاعب وكاين كذلك فكر مدرب حاضر. نقزوا المباراه الثالثه اللي تكلمت عليها واللي بان اليوم في كره القدم العالميه على انه يعني التسلسل في المباريات رغم ضيق الوقت اجباري. علاش؟ لانك يعطيك نسق ديال المباريات، كيعطيك ايقاع وكيعطي حتى اللاعبين معنويات كبيره وتجانس فيما بينهم. صحيح. عمليه الاستشفاء اليوم ما بقاش فيها مشكل، ان كل المستلزمات الخاصه باستشفاء اللاعبين لاعاده الطراوه البدنيه ربما الحديث حاضرة. على يومين فقط تمام 24 ساعه ممكن ساعة. اللاعب يرجع للطراوه البدنيه ديالو اللي طا نورمال كما كنقولوا ويستعد لمباراه اخرى. نبقاو دائما في مباراه ديال المنتخب السعودي، مشيتي مع الـ مع الـ مع الـ المساله ديال المداوره بين اللاعبين، اكيد انك تعطي الحق لبعض اللاعبين انهم باش يظهروا المكانه ديالهم، ولكن الخطا اللي وقع فيه حسين عموته انه اصبح يقحم بعض اللاعبين اللي كانوا اساسيين في مباراتين سابقتين. يعني ما تنساش ان 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 الشيبي ما كانش حاضر كاساسي في المباراه الثالثه وليتي لعبتي كاساسي في الشوط الثاني، ولا قدر الله لو تصاب لك الشيبي وكان تصاب ربما الناهيري كان لا قدر الله ما يكونش حاضر في مباراه ديال المنتخب الجزائري، كتولي مضطر على انك دوك اللاعبين اللي ما كنتيش دخلتيهم في المباراه الاولى والثانيه ولعبوا في المباراه الثالثه ويعني خداو واحد النسق اللي هو عالي ما قدروش يكملوا المباراه، غطر انك تقحم لاعبين المفروض انك تكون معول عليهم في المباراه ديال دور الربع. هذا هو الغلط يا سيشا. انا ما كنقولش غلط، علاش باش زعما ما نختلف معاك، لانه حسين عموته في اختيارات اللاعبين خدا كل مركز بلاعبين، ولكن فيه 5 ولا 6 ديال اللاعبين يعني دي جوار لي بوليفانو يعني يلعبوا في مراكز. ايوب العملود راه كان مصاب يعني عندك الشيبي عندك الشيبي وعندك الناهيري يمكن يلعب بلاصه الشيبي ويدخل المساوي. صحيح. يعني باش تنقول لك انا كاينه لا بوليفالونس، يمكن سعدان يدخل وسط الميدان، يمكن رحيمي مثلا يلعب في الجهه اليسرى وبن شقري يدخل قلب هجوم. صحيح. يمكن وسط الميدان يتغير بين رحيمي ومعبر بين فتوحي والكرتي، يعني كاين هناك اختيارات كثيره هي اللي ما خلاتش عموته انه يفكر التفكير ديالي الا دخلت لاعب يقدر يتصاب، ولكن انا اللي كنقول بانه كان كيفكر اكثر على ان اللاعبين يكونوا جاهزين للمباراه القادمه، وهو كان يجهل المنتخب اللي غيلعب ضده، لان باقي ما عارفينش واش منتخب مصر ولا منتخب الجزائر، ولكن يفكر في مباراه سواء كان المنتخب الجزائري او المنتخب المصري. كان يعني يفكر اكثر في تحقيق نتيجه الفوز لضمان 3 انتصارات متتاليه والعلامه الكامله. جاءت ضربه جزاء سجل منها الهدف وفاز الفريق الوطني المغربي، هنا انتهى موضوع الدور الاول وبدا يفكر في الدور الثاني دون علم المنتخب الذي سيلعب ضده، لان كانت يعني 4 ديال السوايع عاد غادي يلعب المنتخب المصري. صحيح. ضد المنتخب الجزائري. طيب سي هشام استمعتي للتصريح ديال الحسين عموته المدرب،
دائما وابدا اقول بان هذا الرجل ما كنشكوش في القدرات ديالو، في العمل اللي قام به، في الالقاب اللي فاز مع فريق الفتح الرباطي وايضا الوداد، المنتخب الوطني المغربي اللاعبين المحليين شان الماضي، ولكن بعض الاخطاء وبعض الهفوات غادي نتحدثوا عليها في المباراه ديال اليوم. اول سؤال اللي طرحت في المقدمه، ماذا وقع لعموته ورجاله خصوصا في المباراه ديال المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي بغض النظر على الخساره، كندوي على الاداء. اللي وقع هو انه كما قلت لك في المباريات الاولى المنتخب المغربي القوه ديالو كانت في بناء العمليات، كانت في الفوز في الثنائيات سواء العرضيه او الهوائيه، في الانتشار الجيد، في النقلات يعني الناجحه بين اللاعبين، واللي كانت نسبه الاستحواذ فيها بعد المغرب وصلت ل 87% في المباراه الاولى. صحيح. ثم كذلك النجاح في التمريرات، ما كانش يعني بوكو دي ديشي في هذاك الادوار الاولى، كانت يعني الخطوط متقاربه، وكنشوفوا دائما المنتخب المغربي هو المتسيد بحيث كيلعب في واحد المساحه ضيقه ديال 35 متر بين اخر لاعب مدافع واخر لاعب مهاجم. هذه هي اللي عطات قوه الفريق الوطني المغربي. المنتخب الجزائري قرا قراءه جيده للمنتخب المغربي وعرف نقاط القوه ديالو، ولكن اللي وقع هو ان كل هذه المعطيات هذه انتقلت للمنتخب الجزائري وصبح هو المبادر، هو اللي ولا كياخذ الكرات الساقطه، هو اللي كياخذ الثنائيات، هو اللي تسيد وسط الميدان وصبح فيه يعني محور لاعب، اللاعب ابراهيمي هو كما كنقولوا حنايا رجل ابداع، رجل امتاع، لا دفاعيا ولا هجوميا رغم تقدم في السن، وهذا هو اللي خلى الحسين عموته ربما متاخر في اخذ قرار اما بتغيير الاسلوب او تغيير بعض اللاعبين، لان ال 20 دقيقه الاولى الفريق الوطني المغربي كان غائبا بالمره. صحيح. لان ارتكبنا اخطاء كثيره، كانت نرفزه زائده، وهنا اللي كنقولوا العامل النفسي يعني حضر بقوه، لان المنتخب المغربي يعني نفسيا في المحيه ديال اللاعبين ديالو، في المحيه ديال حسين عموته والطاقم، كيبان بان كاين واحد الضغط رهيب يعني يتسرب للاعبين الفريق الوطني المغربي. انا كنقول مباراه في كره القدم صحيح ان يكون هذاك لوتخاك يعني في البدايه، ولكن مع يعني عمليه الاحماء صافي كيزول هذاك الاحماء وكننتقلوا للتركيز. هذا التركيز هذا افتقدناه، ولما كتفتقد التركيز كتفتقد السيطره، كتولي كدير اخطاء، وكيبان لك بدائيات اخطاء يعني اللي ربما لاعب ديال محترف ما خصوش يقولها، لا في استلام الكره، لا في تسليمها، حتى في استقبال الكره ديال الحارس الزنيتي، كتبان لك بان هناك شيئا ما يعني مفقود داخل الفريق الوطني المغربي. في كلامك ما لمست انك ما ذكرتيش العامل البدني، وفي تصريحات ديال حسين عموته في البدايه ديالو قال بان السبب الرئيسي وراء الخساره ديال المنتخب الوطني هو العامل النفسي، اكيد ما كانش في المستوى، ولكن العامل النفسي هو اللي سبب بنسبه كبيره الخساره ديال المنتخب، ولكن همل ربما العامل البدني. العامل البدني في مثل هذه المنافسات اخي ودريس كيولي فقط من اجل يعني استرجاع طراوه بدنيه، الاستعداد يعني العامل البدني يشتغلوا عليه قبل في المعسكرات وفي يعني في بدايه الموسم، كتكون كتجهز نفسك على قوه التحمل وعلى السرعه وعلى الاكسبلوزيفيتي كثير من الامور. في المنافسات فكتبقى تقلب دائما على يعني لا فيتاس دو رياكسيون باش تدخل للمباراه ديالك. كنظن بانه لما كيكون عندك الاعداد النفسي ناقص راه اكيد كياثر على الاعداد على المؤدى البدني، وهذا اللي ظهر. كتشوف ان سوء تركيز فقدك كثير من الامور، حتى يعني الجسم ديالك ما كيتجاوبش معاك لما كتكون انت ما مركزش وما مستعدش نفسانيا، كتفتقد الثقه، ولما كتفتقد الثقه فيعني كتولي عندك يعني امور طائشه داخل رقعه الملعب. شكون يعطى الاحقيه للفريق الوطني المغربي في المباراه الاولى؟ هي الثقه الكامله اللي كان كيتمتع بها اللاعبين لا فرديا ولا جماعيا. حتى الاجتهادات يعني الفرديه غابت في المباراه ديال الجزائر، لان اللاعبين ما مستعدينش اكثر ذهنيا، اولا كان يعني واحد الاستعداد اكثر من اللزوم، لان المباراه ما بقاتش في السياق ديالها الرياضي، وربما مشات الامور اخرى هي اللي اثرت على اللاعبين. انا كنقول بان عموته يعني مع البدايه كنا كنتكلموا على عموته بانه المدرب البطل، الداهيه، الكاريزما، الشخصيه، يحيط اللاعبين ديالو، كيحمي اللاعبين في الفندق، ما كيخلي حتى واحد يدخل، وكلاء اللاعبين يتهافتون على اللاعبين، هو يعني داير يعني خط احمر، هذا الشيء يحسب لحسين عموته. ولكن لما دخلوا للمباراه بان بان ذاك التركيز، ذاك الاستعداد، وكذاك يعني
أنا بغيت نقول لك بأنه ذاك اللحمة ديال الفريق الوطني المغربي من بقت مجتمعة فقط من أجل تفكير في مباراة الجزائر، يعني أثرت نوعا ما وأعطت واحد أمور سلبية. سي هشام في نظركم إذا كان ربما الحسين عم متصارم في قراراته، ما نقولوش داخل أرضية الملعب ولكن خارج الملعب، من نهار اللي ذكرتي أن وكلاء اللاعبين ما كيقدروش مثلا دير اليوم خط أحمر، عديد من الأمور اللي خلات اللاعبين ركزوا بشكل أساسي على المسابقة ككل ليس مباراة واحدة. نرجعوا لواحد النقطة أخرى سي هشام اللي فلتنا ربما في الحديث ديالنا في مباراة الثالثة ديال المنتخب السعودي، واتفق معايا قلت لك بعض اللاعبين اللي قحمهم الحسين عموته خصوصا غندوي عليه علامة استفهام كبيرة اللي هو سفيان الرحيمي. سفيان الرحيمي اللي ما نقولوش تظلم ولكن كان الإقحام ديالو في الدقائق الأخيرة أو لا في الربع ساعة الأخيرة من أي مباراة لا الأولى لا الثانية خلات سفيان الرحيمي فور إقحامه كأساسي في المباراة الثالثة خلاته أنه بغى يفرض نفسه ويفرض السيطرة ديالو على المباراة واللي أناني نوعا ما في إحراز الأهداف أو في بعض المحاولات باش يثبت للحسين عموته أنه اساس يعني اللاعب ديالو كاساسي هو جاهز في المباريات السابقه. يعني بحال قلتي ظلم من بعض اللاعبين وفي نفس الوقت رجعت بالعكس على المدرب السياسي. ما كنظنش بان هذا ظلم عن اللاعب، يعني اي المدرب، لان اي مدرب كتكون عنده واحد القراءه على الفريق ديالو. لو كان غيظلم لاعب ما غيناديش عليه، هذه يعني من البدايه. كنظن بانه كانت يعني الاختيار بين بن شرقي ورحيمي. انا اعرف بان رحيمي لحد الساعه احسن مستوى من بن شرقي، ولكن ممكن عموته كيشوف بانه بن شرقي في المنتخب اداؤه اكثر من رحيمي. يمكن من يدخل رحيمي في الاحتياط وكان بديل اعطى اكثر من بن شرقي لا في المباراه الاولى ولا في المباراه الثانيه. هذا المعطى هذا كان يتخذ بعين الاعتبار وفق يعني المستوى ديال الدفاع ديال الفريق الجزائري والقراءه ديالو خصوصا الظهير الايمن. صحيح، لان الظهير الايمن علاش؟ لان المنتخب الجزائري، اسمح لي قاطعتك، المنتخب الجزائري الطريقه اللي كيلعب بها هي الطريقه اللي كيلعب بها عموته سابقا، يعني محور الدفاع كيماركي ويسد اللعب. صعيب انك تلعب معاه بخطه هجوميه باش 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 تقحم ليا راح بن شرقي، مع احترامي لجميع اللاعبين ولكن هذا تحليلي الخاص، ان بن شرقي يدخل كاساسي لا. علاش؟ لان اشرف بن شرقي ما كيساندش ربما خط الدفاع في جل المباريات، ماشي غير المباراه ديال المنتخب الجزائري، في جل المباريات، المباراه الاولى والمباراه الثانيه والمباراه الثالثه. مخرج البرنامج اكد لي انه كاين فاصل قصير ثم نعود لمواصله النقاش. اذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود لمواصله النقاش. عودة إليكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامجكم الأسبوعي الكروي مع البطولة، البرنامج الذي يبث كل يوم اثنين في تمام الساعة 9:15 مساء، ودائما في حديثنا المتواصل والمسترسل والحلقة الاستثنائية حول مباراة المنتخب الوطني المغربي الرديف أمام المنتخب الجزائري وإقصاء مخيب للأمل. دائما حاضر معي الإطار الوطني سي هشام الإدريسي اللي شرفنا في حلقة اليوم، حوار شيق ومازال مستمر معك سي هشام. كيف كنت كنقول قبل من الفاصل أن الإقحام ديال بن شرقي انا شخصي رايي الشخصي ما كانش محله. علاش؟ لان بن شرقي اللي معروف عليه وانه ما كيسانش خط الدفاع فور يعني الهجمه ديال لادفيرسير منتخب الجزائر ولا اي منتخب كيف ما كان، ما كيسانش خط الدفاع بالمقارنه مع اسماعيل الحداد اللي كانت نقطه قوه بالنسبه لمحمد الشيبي، كان كيخدم باريحيه عارف بان اسماعيل الحداد غادي يكون واحد اي كره غيرجع غيساندو دفاعيا، الامر اللي كنا كنفتقروا ربما لبن شرقي، وربما حتى رحيمي خصو يكون اساسي في اللقاء. لا انا كنقول حتى يعني دفاعيا الناهيري تعذب اكثر، لانه هذه الطريقه اللي كيلعب بها عموته يعني كيحرر الاظهره باش انهم يساندوا وتكون يعني كثافه عدديه، وخصوصا تنشيط على الجهه اليسرى بصعود الناهيري ولا اليمنى بصعود اللاعب الشيبي. كيلقى مشاكل في العوده، وبالتالي كيعذب لا لاعب وسط الميدان اللي هو جبران باش يدير التغطيه، ولا كان جبران يعني كذلك مساهم في الهجمه، كنظن بانه اما سعدان ولا اللاعب البوفتيني كيلقاو مشاكل باش انهم يغطيو هذيك الجهه واللي كانت فيها مصدر خطوره ديال يعني المنتخبات اللي كانت كتلعب ضدنا، خصوصا المنتخب الجزائري. اكثر من هذا انه لما كان المنتخب الجزائري متسيد في وسط الميدان انا كنت كنقول مع نفسي ربما حتى الاسلوب يتغير من 4-3-3 4-4-2 ونضيفوا بن شرقي مع ازارو كمهاجمين ونخليوا وسط الميدان في 4 ديال اللاعبين باش على الاقل ما تكونش ذاك المساحات وذاك الفراغات اللي استغلها اللاعب ابراهيمي واللي كان هو مفتاح لاعب المنتخب الجزائري. صحيح. كان حتى عمليه المراقبه للاعب الابراهيمي كتكون متاخره، حتى كيستلم الكره ويستدير عاد كيجي لاعب، دونك هنا كيلقى الحل انه يمرر ولا انه يتجاوز ويمشي وتكون عنده واحد الرؤيه يعني
ثاقبة للملعب كله. لو كان عنده يعني الضغط يعني على الحامل الكرة قبل ما ياخذ الكرة ولا قبل ما يستلمها ولا قبل ما يوجهها كان غادي نحصروا هاد يعني القوة اللي كانت ضاربة ديال اللاعب إبراهيمي. الهدف الثاني واللي حمل كل شيء مسؤولية الحارس الزنيتي أنا كنظن وأنا حارس مرمى وأي واحد غيتفق معايا في هذه المسألة هذه الطريقة اللي كنلعبوا بها الحارس الزنيتي دائما كيكون هو الليبيرو ممكن راه حتى حارس ديال الباير لأنه من بين حراس العالميين لأنه كيلعب ليبيرو كيلعب بالرجل ديالو الكرة كانت متواجدة يعني في وسط الميدان مجبر على الزنيتي أنه يكون متقدم ما يمكنش يكون في الخط ديال المرمى يمكن الدهاء والذكاء مرة واحدة حضر البلايلي لان الخطا ماشي الزنيتي في الاول الخطا ديال اولا الكره اللي تلعبات من عند الحارس الجزائري الارتقاء ديال بمعمر كانت لا ديفياسيون ديال اللاعب الجزائري وكان الاستلام عند اللاعب بلايلي اللي بانون كان متاخر عليه بواحد 3 ولا 4 ديال الامتار لقى الوقت في انه يستدير ويرمي الكره مباشره الى لاحظتي ردت الفعل ديال يوسف بلايلي ما كانش متوقع انه ماشي ما كانش متوقع انه يسدد الكره لكن ما كانش ما شافش حتى الحارس انس الزنيتي واش خرج من الكره يعني الكره عرفتي لان عارف بان الحارس المرمى في الكره ملي كتكون في وسط الميدان راه يكون متقدم هذا هو الحس الهجومي اللي عند اللاعب المحترف الكبير كيعرف عنده ذاك الفلير ديال لو بوت عارف كيفاش غادي اللي كان افتقدو ربما في خط الهجوم ديال المنتخب انا حنا غادي نجيو لخط الهجوم ديالنا صحيح الا شتي الحركه ونتمنى زعما تكون الصوره واضحه باش نبينوا الحركه اللي خطا فيها الزنيتي الحركه اللي خطا فيها الزنيتي وانا مثل هذه الكرات هذه يعني الخطوات اللي خدا للوراء خطوات صحيحه ولكن لما بغى يرتقي باش ياخذ الكره ارتقى بجوج ديال الرجلين وجوج ديال اليدين كيف في هذه اللحظه هذه صعيب عليه انه يرمي بالكره لو ارتقى بالرجل وحده ومشى بيد وحده كان غادي يخرج الكره لان الكره جات فوق راسه وما مشاتش يعني لا الزاويه اليمينيه ولا زاويه اليسار هذا هو الخطا اللي ارتكب الزنيتي يعني في التحليل ديال الحركه ان الخطوات كانت صحيحه لان هذه الخطوات المعتاده ديال حارس المرمى اللي كيكون خارج وراجع للمرمى ديالو ولكن في ارتقائه باش يتلاقى مع الكره ارتقى بجوج ديال الرجلين وجوج ديال اليدين هذا خطا كان يرتقي برجل وحده كما كنقول حنا بي دابوي ويطلع لان غادي تكون عنده ارتقاء يعني كبير وغادي يمد يدو وغادي تخرج كنقولوا لا كلاكيت وكتخرج الزاويه صحيح جميل جدا بما انك ذكرتي انس الزنيتي نبداو بالتحليل اداء تقني ديال كل لاعب على حده ما غاديش ماشي كل لاعب على حده ولكن بخط بخط يعني خط حراسه المرمى خط الدفاع الوسط وخط الهجوم ذكرتي انس الزنيتي الخطا الوحيد ماشي خطا اللي ارتكبه ولكن وما نساوش الزنيتي راه نقد جوج ديال الاهداف اللي هي محققه هذا هو النقطه اللي بغيت نشير ليها بما ان انس الزنيتي ذكرتي انه تسجل عليه هدف الثاني من قدم يوسف بلايلي هدف اللي ما نكروش هدف رائع جدا ولكن ما نساوش بان انس الزنيتي كان ليه الفضل انه نقد المرمى ديالو في جوج او ثلاثه ديال المناسبات ننتقلوا ضربات الجزاء قبل ما نهضروا على خط الدفاع انتقلوا لضربات الجزاء واش من المفروض ان انس الزنيتي فاش كان مع فريق رجاء اولا كيلعب مع فريق رجاء البيضاوي خصوصا في المسابقات القاريه انقذ الفريق ديالو في اكثر من مناسبه خصوصا في ضربات الجزاء وداو بها القاب فازوا بها عفوا القاب تاهلوا بها الادوار المقبله واش ما كانش ربما الحسين عمو يعني كان متوقع على ان المباراه غادي تمشي لضربات الجزاء ويعتمد على انس الزنيتي ويكون هو نقطه القوه ديال المنتخب الوطني المغربي ولا لا مي كتوصل لهذه المباريات ديال خروج فريق اي مدرب كيلتجا لضربات الجزاء في الحصص التدريبيه في الاخير صح حنا كنعرفوا الزنيتي متخصص في ضربات الجزاء بغينا ولا كره هذا هو الامر اللي محيرني انا شخصيا غادي نمشي معاك بالدقه يعني الرجاء كنقولها وكنعاودها نسبه الفوز ديالو بالالقاب يرجع للزنيتي بواحد الدرجه ديال 70% لانه ضربات الجزاء كانت حاسمه المغرب الفاسي لما كان الزنيتي الالقاب أكيد. كانت 70% من نصيب الزنيتي هذا هو اللي خلى الجمهور كله يقول نتمنى ونوصلوا لضربات الجزاء لان عندنا الزنيتي القراءه ديال واش مدرب الحراس ولا المدرب بوغرا الله اعلم لانهم خداو ضربات الجزاء ديال الزنيتي ولقاو بانه الزنيتي ضربات الجزاء اللي كتشكل له صعوبه هي ضربات الجزاء اللي كتكون الفوق الفوق الى لاحظتي ضربات الجزاء الفوق كلهم تسجلوا اللي كان بامكانه يجبدها هي الكره اللي مشات ارضيه وما تسجلاتش صحيح نقاطعك نعم نمشي معك في هذا الطرح إلا كان نجيب بوغرا أو مدرب حراس المنتخب الجزائري غيفطر لهذه القضية هذه ديال أن أنس الزنيتي ما كيتفوقش ربما في الكرات اللي هي عالية كيتفوق فقط الكرات اللي هي أرضية علاش ربما حسين عبوتة ومدرب ديال حراس المنتخب الوطني المغربي ما يفطرش لهذه القضية أنه يخدم على أنس الزنيتي في الكرات العالية
ويتكهن بنتيجه المباراه انها تخرج تعادل وتمشي لضربه الجزاء. لا ما يكونوش فكره تمشي الفكره خلاص. فهمتك انا فهمتك متفق معك وما نظنش بانه ما يكونوش خدموا عليها ولكن كيبقى دائما لان حارس المرمى لا تماما وحتى القراءه ديال الحارس راهي ضربه جزاء راه ولات هي علم راه ما بقاش غير لا سير على الله وغادي تاخذها ولا راه كتكون يعني مدروسه كتشوف يعني الرجل ديال اللاعب وكتسنى خروج الكره وباش تكون عندك رده الفعل قويه خصك تنتظر الى خرجت الكره الى تسنيتي الا مشيتي قبل ما تخرج الكره اللاعب الا كان يعني انتيليجون راه كيدير لك واحد الكونتر بيي كتلقى الكره دايزه من قدامك ولكن كيصعب عليك انك تاخذها ضربه الجزاء ما بقاتش غير اجي وضرب ولا اجي وتصدى ليها حكا رانا حارس داك الشيء راه ولا مدروس علمي وكيشتغل في يعني في حصص تدريبيه يمكن تيداروا كذلك حتى الفيزيوناج باش كتشوف الحركه ديال اللاعبين وكنظن عموته غادي يكون شاف ضربه الجزاء ديال اللاعبين ديال المنتخب الجزائري عبر الفيديو ولكن تفوق حضر للمنتخب الجزائري حتى اللاعب البركاوي كثير كيقول لك علاش عطى البركاوي شوت البركاوي في السعوديه هو من يقضي في ضربات الجزاء هو الهداف ديال الفريق ديالو كل ضربات الجزاء البركاوي سجلهم في السعوديه نعم من يقول ان البركاوي علاش عطى البركاوي انا شخصيا كنقول علاش ويكون عطاه له لانه في الحصص التدريبيه يعني غيكون دائما كيسجل كيشوف الفريق ديالو دائما كيسجل هو الهداف ديال سجل على الحارس بولحي في السعوديه لان السعوديه كيلعب مع ازارو بولحيف يعني هاد الامور هذه كتعطي الحقيقه انه كيبقى يعني مساله حظ اننا ما توفقناش نسجلوا ضربه جزاء وحده والجزائريون سجلوا خمسه ديال ضربات الجزاء. طيب نهيو الحديث على حراسه المرمى خط الدفاع سي هشام اختيار ديال محمد الشيبي يعني ما نناقشوش بدر بانون ايضا بدر بانون اللي انسلطوا عليه الضوء نوعا ما نظرا يعني الخروج والتصريح كيضرب فيه ربما ماشي العمل ديال المدرب ولكن كيدوي على المجموعه ككل انهم ما كانوش حاضرين بشكل كبير عندنا شيبي عندنا بدر بانون عندنا مروان سعدان عندنا الظهير على ما اظن في الجهه اليسرى نقطه استفهام كبيره انا شخصيا كتبان لي في مروان سعدان فين هو داري فين هو المساوي انا اللي كنقول واش اختيار موفق ولا لا سيدي لا اللي كنقول هو انه يعني في المباريات الوديه في مباراه من المباريات اللي ربحنا بها ب 7-0 انا تفاجات لوجود سعدان كاساسي كمدافع في وجود البوفتيني ووجود داري نعم لان اعتدنا ان البوفتيني كان كيلعب مع بوطويل يعني في المنتخب المحلي وكان الاداء ديال البوفتيني متميز ومنه باش مشى انتقل للنادي الاهلي القطري كنظن بان الثنائيه ديال البوفتيني وبانون كانت ثنائيه متميزه يمكن في المباريات الوديه يعني الثنائيه ديال سعدان بانون بانت لحسين عموته احسن لماذا احسن لان نعرف بان كاين واحد شويه ديال التثاقل عند اللاعب البوفتيني وكيمتاز عليه اللاعب سعدان في خروج الكره في لا رولونس يعني الطويله لان كما قلت لك انا لا بغى يرجع للوراء خص لي دو ستوبور يعني لا بانون تكون عندهم صحيح. لا تكون عندهم واحد لا رولونس مزيانه حتى لا صعب عليهم انهم يخرجوا بالكره يعني كتمشي كره يعني ترانسفيرسال طويله عند المهاجمين سواء في المساحه سواء في الرجل ديال اللاعب كتكون مضبوطه القضيه ديال كينقص في الخبره ماشي الخبره لا ماشي الخبره ديك المسابقه ما عنده الخبره الكافيه ضروري على انه يلعب لنا في الوداد راه كيلعب على اعلى مستوى أكيد. وهذا هو اللي خلى التنافسيه على بعض تماما صحيح. تماما هذه يمكن نتفق معك دونك هذا الشيء علاش خلى يعني سعدان هو اللاعب بانون رغم ان الهدف الثاني كان من الهدف الثاني كان من خطا دفاعي في تموضع اللاعبين لانه صحيح. كان التموقع ديالهم غير صحيح خصوصا بعد ما نزلت الكره من عند الراسيه ديال اللاعب بن عمار اللاعب اللي خدا اللاعب بن عمار كان يمكن يعني واحد من المدافعين يكون هو السباق باش انه ما يستلمش الكره ويستدير باش يقذف ذاك الكره نعم. نتكلموا على الاظهره محمد شيبي محمد شيبي لا نقاش مدى مستويات جميله انسان اللي كيجتهد اكثر وانا صراحه احيي اللاعب محمد الشيبي لانه رغم انه مر من مراحل عصيبه لان في كل فريق مشالو كان كينزل القسم الوطني الثاني ولكن مع ذلك عنده قوه مزاجيه كبيره زعما فورس دو كاركتير وعنده رغبه انه يجتهد اكثر وفي الجيش الملكي لقى نفسه اكثر مع مدرب اللي عطاه الفرصه وبان انا اللي كنصح اللاعب الشيبي هو انه يتحلى واحد شويه يعني بواحد الانضباط ويكون اكثر تركيز ثاني اطار وطني غيقول لي نفس الكلام بعد عبد الغني العثماني الاطار الوطني اللي كان كيلعب عنده وهشام ادريسي ايضا يعني هشام يعني محمد شيبي لاعب رائع جدا
الصوره اللي ظهر بها مع المنتخب الوطني المغربي، ولكن ثاني مدرب كنسمعوش انا شخصيا مشاهدي الكرام انه الشيبي خصو يدير عقله. هذه العباره خصو يدير عقله رغم انه راه تبت شي شويه على اللي كان المنتخب الوطني وصراحه لا حتى في الجيش الملكي تهدن شي شويه، ولكن باقى ذاك الحركات ديالو وداك الشيء الطائشه الى حيدها. انا نضمن لك بانه يدير كارير من داك الشيء رفع ويمشي يمكن يحترف ماشي غير الخليج، يمشي يحترف اوروبا، لان داك النوعيه ديال اللاعبين انا كتفكرني راه بحال الشكل البدايه ديال الحكيمي. صحيح ذكرك الحكيمي، برافو عليك سي هشام. واش ما كيبانش بان محمد شيبي بديل اساسي، بديل ربما مناسب ومناسب جدا لاشرف حكيمي في الفريق الاول؟ انا اللي كنقول دابا مناسب هو المزراوي، باش نكون معك صريح، ولكن ممكن ان شاء الله غادي يرجع المزراوي لان كاين هناك واحد عمليه الصلح ان شاء الله اللي وقعت بالحكيم زياش وايضا ولكن نتمناو الشيبي يكون، لانه حتى في المباراه الاخيره مع المنتخب الاول راه ادى مباراه كبيره. يعني كان في مستوى ودخل في صلب الموضوع مباشره، ما حش بديك الضغط ديال انه راه كيلعب مع لاعبين نجوم كبار. وهذه هي الحرفيه ديال اللاعب اللي كتشوف فيه يعني امورات اللي يمكن انه تعطيه الصلاحيه يكون في فريق يعني كبير في سواء في اوروبا ولا في المنتخب الوطني الاول. صحيح. الناهري استفدنا منه اكثر في الهجوم لانه سجل جوج ديال الاهداف، وحده بضربه راسيه وحده اللي عطتنا المفتاح ديال الانطلاقه ديالنا مع فلسطين. دفاعيا باقي كيلقى مشاكل لان ما كاينش كما كنقولوا حنا مساعده ومسانده من كذلك لاعب الاروقه في اليسار، لان الثلاثيه تكون بين بن شرقي الناهري واللاعب وسط الميدان يعني الكرتي ولا الحافظي اللي غادي يكون في الجهه اليسرى. هذوك المثلثات هما اللي كيخليوك انك كتضيق المساحات على الخصم وما كتخليش مساحات في الظهر، وكتكون تغطيه من عند المدافع المتاخر اللي في جهه اليسار. نعم، من بعد ما تكلمنا على الخط دفاع وحراسه ديال المرمى، نتكلموا على خط الوسط سي هشام. يحيى جبران، وليد الكرتي، وايضا عبد الاله الحافظي، ثلاث لاعبين يعني تجربه بما يكفي انهم يخوضوا بعض اللقاءات، لان شاهدنا الاداء اللي قاموا به في المباراه الاولى والثانيه وايضا المباراه يعني الثالثه، تفاجئنا الجميع بواحد الخصائص على مستوى خط الوسط، خصوصا في مباراه ديال المنتخب المغربي امام الجزائر. يعني نقطه الضعف ديال المنتخب الوطني المغربي في المباراه امام الجزائر كانت هو على مستوى خط الوسط، هو كان في وسط الميدان، لان يعني لما كتشوف تشكيله الفريق الوطني المغربي في البدايه كيبان لك بان هناك اسلوب هجومي. اسلوب هجومي فين كيبان؟ كيبان لك من خلال المثلث ديال وسط الميدان اللي فيه جبران كلاعب ارتكاز وحيد ومعاهم الحافظي والكرتي، الحافظي في جهه اليسار والكرتي في جهه ديال اليمين. المشكل اللي وقع هو انه في عملية الارتداد يعني جبران كيبقى وحيدا، ولا لاحظتي بان جبران يعني بدل واحد المجهود بدني اكبر وخلاه في الاخير يعني منهك يعني بدنيا، وبدا كيضيع كرات كثيره جراء هذاك المجهود، وما بغاش يبين الارهاق ديالو سي هشام. بطبيعه الحال التغييرات صعيب انها دارت تما في ذاك اللحظه. صحيح. انا كنت كنمي يعني النفس على انه يكون تغيير في وسط الميدان حتى في التموضع، يعني تبت مثلا حتى لما غديرش التغيير يرجع الكارتي يبقى مع اللاعب جبران ويجي قدامهم اللاعب الحافظي، لا في الحاله الدفاعيه ولا في الحاله الهجوميه، باش يبقى ذاك التوازن وترجع الثقه عند اللاعبين، لان كنا كنفتقد ربما الوسط ميدان دفاعي. تماما تماما. انا الرؤيه اللي كانت عند عموته باش دخل لاعب بامعمر في المباراه الثانيه اعتقد امام الاردن اعطى التوازن لوسط الميدان. كنت كنقول مع نفسي في القراءه ديال المنتخب الجزائري في وجود لاعب ابراهيمي علاش ما يدخلش بامعمر كاساس؟ تماما، ونخليه اما الحافظي أو للكرتي، وبالضبط يبقى الحافظي في بنك الاحتياط يكون ورقة رابحة لما نحتاجه، غادي تكون عنده الطراوة، غادي يكون عنده واحد الحس هجومي، وغنغيروا تا أسلوب اللاعب ونمشيو للمرمى. اللي زاد في الطين بلة هو أن حتى الامتيازات اللي عند اللاعب الكرتي واللاعب الحافظي غابت، بحيث لا استلام لا يعني تسليم الكرة، يعني كانت كثير من اللي داشي في المباراة، واللي من خلالها بنى المنتخب الجزائري العملية ديالو باش ولا كيوصل بسرعة لعند الحارس الزنيتي، رغم أنه في الثلث الأخير كان كيلقى مشاكل، لأن أول هجمة خطيرة كانت للمغرب باش الرأسية ديال اللاعب اللي حولها الحارس مبولحي للزاوية في الدقيقة 20، ولكن من بعد المنتخب الجزائري هو اللي خدا وسط الميدان، هو اللي سيطر، هو اللي صبح اكثر وصول للمرمى ديال الحارس. نعم، حديثنا دائما على خط الوسط. واش ما كيبانش لك سي هشام ان العربي الناجي لاعب النهضه البركانيه قائد الفريق النهضه البركانيه المكانه ديالو اساسيه مع الفريق، خصوصا في المباراه ديال المنتخب الجزائري؟ هو ملي كتشوف يعني مثل هذه المباريات كيخصك اللاعب اللي تكون عنده واحد البنه قويه، المفروض يكون اغريسيف في اللعب ديالو ويكون كذلك اغريسيف في لو جو وفي لي ديال يكون قوي. هذا الناجي
كيتمتع بهذه الامكانيات كلها، وكان في الفريق الوطني المحلي وكان مع حسين عموته في المباريات الوديه. يمكن الاصابه اللي تصاب بها في واحد اللحظه من اللحظات غيبته على معسكرات المنتخب المغربي، ردات اللاعب بن عمر لان حتى هو كان مصاب ولكن رجع في وقت وجيز حتى بن عمر ما حضرش في المعسكر ديال المباريات البحرين والمباراه ديال سنغافوره بالامارات صحيح. ولكن العوده ديالو ردات بن عمر، فكنظن بانه لو كان كنقولوا دائما لو، لان كنشوفوا يعني التصور ديالنا المباراه ديال الجزائر كيفاش كانت، لان لو كان فيها لاعبين في وسط الميدان اللي هزوا الثقل ديال المنتخب الجزائري كنا غادي نتفوقوا، خصوصا كون كانوا يعني اللاعبين الاروقه بنشاط اكثر وبحيويه اكبر، لانك غاب عليهم النشاط ولكن حضرت عندهم النرفزه الزائده اللي ادت الى انذار وادت الى تدخلات يعني ربما كانوا في غنى عليها واللي حصرتهم لما خدا اللاعب حداد الانذار. اسماعيل حداد يعني نعم ذكرت من النرفزه هذاك انذار اللي هو كيف كنقولوا بلغه الكره صفراء فابور صحيح تمام. نرفزه كره في التماس هز الرايه حكم المباراه حكم الشرط قرار عطاها، واخا هو قرار ربما ما كنقولوش ظالم ولكن اخطا ربما الحكم في المباراه، ولكن ما تكونش عندك انت نرفزه زائده حيت هذه مسابقه اللي هي بروفا ديال كاس العالم، هناك اختلاف، هناك عقليه، هناك مدربين اللي هما من المفروض انهم يقودوا المباريات ديال كاس العالم، هنا خصك تكون متريث في اتخاذ بعض يعني هادئ جدا. واسماعيل حداد علينا خير اكيد اسماعيل حداد في النرفزه ديالو فور تلقي البطاقه الصفراء، وهذه مناسبه اننا غنتحدثوا ايضا على خط الهجوم واللي خلى ربما اسماعيل حداد بلغه الكره يخرج على المباراه. فعلا انا باش قلت لك انايا لو سيستيم دو جو اللي ما عاونوناش فيه بزاف هما بن شرقي والحداد واللاعبين ديال وسط الميدان اللي خدا الثقل ديال المباراه هما المدافعين واللاعب جبران، فكنظن بانه يعني حتى المباراه ما مشاتش 90 دقيقه مشات 120 دقيقه أكيد. يعني كان مجهود بدني كبير وبالي في الاخير بانه يعني كما قلت لك انايا في البدايه ديال الحوار ديالنا كان الفعل يعني غائب، ولكن حضرت ردت الفعل، ردت الفعل في الهدف الاول بعد ما سجل اللاعب الناهري هدف ديال التعادل صحيح. فهذيك اللحظه بالضبط كان بامكاننا ان نسجلوا هدف ثاني ونسدوا اللعب ونلعبوا بخطه اللي كان كيخدم بها، ولكن مرات واحد الفتره وعاود تراجعنا ورجعنا للبدايه ديال المشاكل ديالنا اللي كانت تكتيكيه محضه، انه الخطوط كانت متباعده وكانت نرفزه، وحتى في لا كومينيكاسيون في الخطاب بين اللاعبين كيبان لك بان كاينه نرفزه، ما بقاش ذاك الهدوء بين اللاعبين، ما بقاش ذاك التناسق وذاك التجاوب صحيح. لان حتى الخطاب لا كومينيكاسيون في مثل هذه الظروف كيلعب دور كبير، لان واحد كيكمل لاخر يمكن لي انا نغلط لاخر كيغطي عليا، هذا الشيء هذا افتقدناه. علاش؟ لان مشانا التركيز من المباراه بهذه العباره، خرجنا من المباراه وخلينا المنتخب الجزائري هو لو كان فعل بسيط فيها. جدا ان مثلا يحيى جبران او لاعب الاله الحافظ يضيع كره اللي هي من المفروض انها كره تكون سهله وسهله جدا يضيعها، عادي اللاعب كيخطا يكون واحد التصفيق ليه وتستمر هكا المباراه بواحد الروح اللي هي معنويه عاليه وتفيد المنتخب الوطني ذهنيا. نتكلموا على خط الهجوم، حسين عمو تعتمد على في الاروقه او في الاجنحه على اسماعيل حداد، اشرف بن شرقي ومهاجم صريح اللي هو وليد ازارو، دائما كنتشكاو لا في المنتخب المحلي او الرديف السي هشام او المنتخب الاول من مهاجم اللي هو مهاجم صريح اللي غيسجل لنا الاهداف. واش من المفروض ان وليد ازار او كريم بركاوي غادي يقود المنتخب او لا يقود خط الهجوم كمركز تسعود او تسعودونس كيف كنقول؟ الجواب انا نقول لك لا نقول لك انا اش من عموته. الجواب سجلنا 11 الهدف، بانو نسجل ثلاثه، الناهري سجل جوج، شيبي سجل واحد، فين وقت جبران سجل واحد، والحافظي سجل جوج. اللي سجل هو رحيمي رأفة من بانون، لرحيمي عطاه ضربة جزاء لان كان بانون ممكن انه يسجل ذاك ضربة جزاء لانه كان حاضر في المباراة. واللي لاحظنا ان رحيمي فور اعطاء، اسمح لي قاطعتك، فور اعطاء منح ضربة جزاء للمنتخب الوطني المغربي، كل شيء كيتهاتف على شكون اللي غيماركي شكون اللي غيماركي، وخلينا رحيمي ولكن شلنا ضربة الجزاء كل شيء كيتهاتف. انا كنقول لك لان كنعرف انا عموته حق المعرفة، لما كيكون السبيس ديال السبيتش ديال لو ماتش يعني كيديزيني لو جوار اللي غيضرب لو بينالتي الاول، الى جا بينالتي الاول، الثاني الى جا الثاني، الثالث. وقع المشكل فين وقع؟ وانه حنا فايزين 3-0 الدقائق الاخيره، بانون مفروض هو اللي غادي يضرب الجزاء، رحيمي لان دخل المباراه وعطى، وكتعرف العلاقه بين بانون ورحيمي صحيح. فهو فضل انه رحيمي هو اللي يقدر يضرب الجزاء باش يرفع من المعنويات. حنا خصنا نتسناو المدافعين ولاعبين ديال خط الوسط هما اللي يسجلوا، ما عندناش مهاجم صريح. حتى شوف الكم الهائل ديال الفرص اللي جاتنا واضعناها، راه في المباراه الاولى انا راه عندي الاحصائيات، المباراه الاولى 18 هجمه سجلنا منها 4، في المباراة الثانية 23 هجمة سجلنا منها 4، وفي المباراة الثالثة 21 هجمة سجلنا منها ضربة جزاء.
هذو احصائيات اللي حطتها يعني اعلى يعني هيئه في التحليل الرياضي في العالم. نعم، مع على هذه الاحصائيات السي هشام، واش كيبان لك ان ازارو وبركاوي هما الاختيار الصائب ديال 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 الحسين عموتة بالنسبه لهذا المنتخب؟ كاينين هناك لاعبين، راه البطوله فيها 16 فريق، اكثر من 300 لاعب السي هشام كيمارسوا في البطوله الوطنيه، ولا مهاجم صريح يكون كاساسي ويخلق الفرق. غنفتحي واحد القوس. نعم نعم. هو انه عارفين بان عندنا حنايا واحد كما نقولوا امونك في واحد لو بوست، انا كنطلب الانديه يشتغلوا عليه. صحيح. في المراحل السنيه راه ماشي غير حكا كنبقاو نتكلموا غير في الطاولات، التكوين المحللين كيهضروا هنا، الصحفيين كيهضروا هنا، خصنا التكوين، راه خصنا التطبيق ديال داك الشيء. حنا عارفين عندنا مشكل في الاريار كوش منذ سنوات، واش كاين شي اريار كوش دابا في المغرب؟ شحال حنا كنتكلموا على اريار من عهد الحضريوي باقي ما لقينا حتى اريار كوش. احنا دابا كنتكلموا على افون سونتر، ما كاين حتى واحد. كتقول لي في ليكيب ما كاين شيء، كاين صيري كاين ماي دابا وكاين الكعبي، غيحيدوا هادو، فين هو هذا لافون سونتر اللي غادي نقلبوا عليه؟ راه ما كاينش. ولكن الناس راه خصها تخدم، خصهم يجتهدوا على الاقل. انا في المراحل السنيه ما كنقلبش على الالقاب هذه ربحات هذه ولا حق دي الشامبيونه ولا التكوين ديال اللاعب، التكوين لاعب وغادي غادي غادي تستثمر فيه. صحيح. هذاك اللاعب الا خسرتي عليه واحد شويه الفلوس وخدمتي معاه، التكوين راه ماشي غير لونترينمون، التكوين راه واحد شنقول لك واحد المنظومه اللي خصك تشتغل عليها، فيها التدريب، فيها المحيط اللاعب، فيها العقليه، فيها التغذيه، فيها التواصل مع الصحافه. الاحتراف السي هشام ماشي غير كلمه فقط تضاف للبطوله الوطنيه فقط، حنا في كل اخفاق تنبدا نقولوا التكوين. انا كنعقل على راسي من عاد هادشي اللي كنعقل عليه انا، راه من 94 وانا كنسمع التكوين، فين ما كيكون شي اخفاق كنهضروا على التكوين. كاينش نتيجه، ما كاين والو، حيت ما كايناش الخدمه. ما نكذبوش على راسنا، راه ما كنخدموش حنايا في المراحل السنيه، ما كاينش خدمه، ما كايناش الامكانيات وما كاينش الظروف. ونعطيك غير مثال مثلا بسيط جدا، انا ولد سلا الجمعيه السلاويه، المراحل السنيه جوج ديال لي كادي، جوج ديال لي جونيور، جوج ديال لي مينيم وليكول، كلهم كيشتغلوا في ملعب واحد وكل كياخذ ربع تيران. وباش بغيتي هاد اللاعبين كي غتكون هاد اللاعبين باش نخرجوا لك لاعب مهاجم صريح؟ صحيح تماما. صحيح. وفي المراحل السنيه تدرج، الى مدرب استطاع انه يمد فريق فئه من الفئات، مثلا انا عندي فئه ديال لي كادي، الى مديت الفئه ديال لي جونيور في نهايه الموسم بواحد خمسه ولا خمسه ديال اللاعبين، هذاك راه انجاز. صحيح صحيح. ولكن لاعب يكون متكامل طبيعة الحال، كيدخل فيه عارف التكتيك ديالو باش هو ياخذ التجربه ويلعب صغير في الكاتيجوري ديالو. حنا كنسمعوا الكلام ايه، ولكن التطبيق راه ما كاين والو، وهذا اللي كيخلينا دائما حنا في تخبط. صحيح، وهذه هي النتيجه اللي شفناها للاسف. للاسف الشديد حنا ما غاديش نكروا الخير والعمل اللي قام به حسين عموته دائما وابدا مع المنتخب الوطني الرديف، وايضا مع فرق الوداد في عصبه الابطال والمنتخب المحلي. مادام جبتي اخويا ودريس عموته، غير باش نكونوا واضحين، انا انسان موضوعي وكنتكلم بدون عاطفة وبدون انفعال. قبل ما تبدأ البطولة كل شيء كان كيقول بأن حسين عموتة بطل، مدرب داهية، لأن فاز بالشان، فاز مرصع بالألقاب، كل شيء كيتكلم على حسين عموتة. في بداية هذه البطولة العربية العالم كله يشيد به، الوطن العربي يشيد به عموتة. راه ما يمكنش بين عشية وضحاها في مباراة ربما لم يساعدنا الحظ، أخطأنا، نعترف بأخطائنا، نديروا اللوم على المدرب تماما. صحيح. ان يصبح من بطل الى مجرم. شوف عيب وعار، لان انا نقول معك صريح. نعم. لان كل واحد يحاول ما امكن يلبس الثوب اللي كيرضيه ويتحمل المسؤوليه كيف ما تحملوها. الا تكلموا الناس في الشارع من حقهم، لانهم كيحبوا البلد وباغين غير النتيجه وباغين المغرب يكون دائما الفوق. ولكن اهل الاختصاص، لا من محللين، لا من صحفيين، لا من الناس ديال الميدان، راه خصهم يتحلوا شويه يعني بالموضوعيه ويكونوا ثابتين في القرارات ديالهم. راه ما يمكنش تبقى يوم يعني في كلام وغدا كتولي في كلام يعني مضاد الكلام اللي نتايا فيه. نعم. حسين عموته دابا انا بيني وبينك اخي ادريس، الحاله النفسيه اللي غيكون فيها عموته زعما غادي تكون حاله زعما راه ما احسن له العوان، لان كيشوف داير مجهود كبير والمغرب دابا كله يعاتب عموته. ما يمكنش راه انسان اشتغل خدم دار القاب عطى نتائج، انسان ساد على نفسه، هذيك تربيته انه ما كيضحكش. انا نقول نعطيك واحد الملحمه بيني وبين واحد المستملحه، كنا فايزين 7-0 في مباراه وديه ودارت الكاميرا والو الضحكه ما كاينه، سالينا الماتش عيط، قلت له حسين باغي يضحك شي شويه، قال لي اخويا هشام والله ما نعرف انا هكاك. والسيد طبعوه هكاك.
كيقول لك لا الكريماس ديالو لعبه تاثروا بهم، وانا كنسمع لعابه دازوا عند عموته سمعتهم في دي بلاطو كيقول لك حنا مستانسين مع عموته بداك الطريقه، الا ضحك معنا كتبان لنا شي حاجه غريبه، حنا هذيك الصرامه ديالو هي اللي كنخلينا كنعطيو اكثر في الملعب. صحيح كله عنده واحد الطريقه كيفاش وكل كيفاش تربى، ولكن كيبقى انسان اللي مجيد، انسان اللي خدم الوطن ديالو، انسان اللي عطى، وانسان اللي شرفنا حنا كاطور خصنا نحترموه. النقد راه ضروري غيقبلو، لانه الا ما بغاش ينتقد راه ما غايديرش التدريب، غيمشي يدير مساله اخرى، ولكن النقد يكون بناء، النقد اللي فيه مصلحه، حيت كاين عقول راقيه عندها افكار وعندها فكر، وكاين عقول متحجره الهم ديالها والشر والمكر. انتما كاطر وطني سي هشام كتعطيو رايكم، حنا كصحفيين ايضا كنعطيو رايا، الجمهور المغربي تا هو كيعطي رايه، واخا مع احترامي للجمهور المغربي كاين اللي غير من مناسباتي بين قوسين، نعم. من مناسبه لمناسبه كيجي يعطي رايه، ما كاينش واحد المتابعه اللي هي مستمره لعدد كبير من الفرق او للمنتخب او لعدد من الاطر الوطنيه. على العموم الحديث معك والحلقه كانت شيقه وشيقه جدا سي هشام، وكنشكرك في حضورك لحضورك معنا واثراءك للحوار في حلقه اليوم. شكرا خاي ادريس، وانا سعيد جدا بالتواجد معك، وهذا الحوار هذا كما قلت لك في البدايه حوار ساخن الحمد لله بروح رياضيه. صحيح صحيح. وتحيه رياضيه لكم مشاهدينا الاعزاء، اطيب المناء اتمنى لكم، ونتمنى نتلاقاو فرصه ان شاء الله تكون احسن وفي ظروف ربما تكون ان شاء الله افضل. اكيد اكيد، وشكرا دائما للطاقم الصحفي والتقني الذي يسهر دائما على انجاز حلقات برنامج مع البطوله. اضرب لكم موعدا الاسبوع المقبل على نفس القناه وفي نفس الموعد، اطيب المناء والى اللقاء.